صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بكم في حلقه جديده من بلديو كان معنون على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده بعد ما عملنا امبارح الحلقه البيتوتيه بتاعت امهاتنا، نيجي بقى نعمل هنا الحلقه بتاعت محلات الشارع، الحلقه اللي هي الفاست فود، الحلقه اللي هي بتاعت ولادنا اللي هم ما بيعترضوا على كل حاجه واي حاجه. وطبعا بما اننا في محلات كتير عاملين معاها مقاطعه، فحبينا ان احنا نعمل الاكله دي في البيت. اكله من ثلاث مكونات، تحس ان الثلاثه كده موجودين في بعض، رز ريزو والفراخ اللي هي الاستريبس المحمره زي البروستد كده، وعاملين الكولوسلو، الثلاثه مع بعض كده لازم يتاكلوا مع بعض. طبعا ممكن تعملوا الاستريبس لوحده تعملوه مع مكرونه، ممكن تعملوا الرز لوحده مع اي حاجه ثانيه. الكولوسلو ممكن في ناس من كتر حبها فيها بتعملها كل ما بتخلص، كل ما تعملوها وتخلص يعملوها تاني من كتر ما هم بيحبوها. فالنهارده الحلقه بتاعتنا خفيفه لطيفه كده، هتعجب ولادنا جدا وهتوفري كتير 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 لما تعمليها في البيت. طيب هنبدا بايه؟ قبل ما نبدا في اي حاجه خالص، هنبدا بارقامنا اللي على الشاشه في انتظار مكالماتكم ان شاء الله باذن الله، ونتواصل على الرقم اللي قدامنا اللي هو بيقول ايه 0238335227. من اي رقم دولي 0020238335227 في انتظار مكالماتكم واسئلتكم واستفساراتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. في حاجه كمان عايزه اقولها في اول الحلقه قبل ما نبدا وصفاتنا، الناس الحبايبي اللي بيكلمونا وبيبعتوا لنا على الرسائل وبيكلمونا في البرنامج وبيتكلموا بيقولوا ان احنا اسالينا سؤال ويكسبينا معاكي. بصوا حبايبي، خلينا كده متفقين مع بعض ان موضوع الاسئله ده هيبقى يوم السوشيال ميديا بس، يوم الحد. يوم الحد بتاعنا هو السوشيال ميديا، بنعمل لايف على صفحه البرنامج، صفحه برنامج البلدي يوكا اللي بنعمل عليها لايف كل اسبوع، بنسال سؤال على اللايف، بنبدا ان احنا نكسب عدد من الناس، بنكسب عدد من الناس على حسب بقى ما بنختار. ساعتها بيبقى واحد اتنين، لا واحد تلاتة خمسة سبعة. امبارح ما شاء الله يوم الحد اللي فات ده مكسبين الله واكبر 10، وبيبقى فيه سؤال للحلقة للناس اللي بتكلمنا، وبيبقى فيه سؤال هنا للقناة علشان الشباب اللي موجودين معايا. فيوم الاسئلة ويوم المكسب او يوم الجوائز بيكون يوم الحد اللي هو السوشيال ميديا، يوم الحد وبس بنعمل اللايف وبنسال سؤال وبنكسب الناس، وربنا يكبر بخاطركم زي ما بيكبر بخاطرنا يا رب. حاجه كمان، اللايف اللي فات اللي هو بتاع يوم الحد عفوا كسبنا فيه 10، في 9 منهم راح لهم الجوائز بتاعتهم في اكونت واحد باسم احمد الصعيدي. لو هي بتتفرج عليا او بيتفرج عليا دلوقتي يدخل على رسائل الصفحه في برنامج البلدي وكال او رسائل الصفحه عندي شفنون عربي وانجليزي، ويكتب ان هو اللي كان موجود معايا من الاكونت بتاعه، لان احنا عمالين ندور عليه من ساعتها مش لاقينه. فبرجاء خاص الاكونت اللي باسم احمد الصعيدي اللي كسب معانا في لايف يوم الحد يتواصل معانا علشان توصل الجائزه بتاعته. طيب ده بالنسبه للاسئله واللايفات. طيب هنعمل ايه النهارده؟ انا قلت ان احنا هنعمل النهارده اكل الشارع، او هنعمل الاول الرز وهنعمل صوص الريزو نفسه، الصوص نفسه اللي هناخد منه جزء نعمل منه الرز علشان يدينا التطعيمه الحلوه بتاعتنا دي، والباقي يتحط معاه مع الاستريبس اللي هنعمله. قبل ما نبدا في اي حاجه، انا فكرتكم بمقاديرنا، فكرتكم بارقامنا، هتنزل مقاديرنا على الشاشه. صباح الفل يا هدى، بردان مالك؟ هتنزل مقاديرنا دلوقتي على الشاشه وهنشوف المقادير بتاعتنا بتقول ايه. عندنا رز وعندنا صوص الريزو. صوتك بابليك. معانا رز الريزو، عندي كيلو رز مصري، عندي بصلايه مفرومه، ميه مغليه، مكعب من المرقه، معلقتين كبار من السكر، وهناخدهم كده ونحطهم في الحله علشان يتكرمل معايا. عندي ايه كمان؟ عندي شويه كركم وشويه كاري وملح وفلفل اسود بس. صوص الريزو بتاعنا ده هناخد منه جزء في التتبيله بتاعتنا، ممكن نكتبها يا رغده. جزء من صوص الريزو هناخده مع الرز. احنا حطينا هنا الحله بتاعتنا، السكر بيكرمل زي ما حضراتكم شايفين كده، السكر هيبدا يكرمل. مجرد ما يبدا يكرمل هنزل عليه بالبصلايه المفرومه. صوص الريزو بتاعنا بيتكون من ايه؟ كوبايتين من الكاتشب، معلقتين كبار من عسل النحل او العسل الابيض، معلقتين كبار عسل اسود، معلقتين كبار من الصويا صوص. معانا ايه كمان في صوص الريزو يا رغده؟ عندي خل، وعندي فلفل حار مجروش اللي هو الفلفل الارناؤوطي، وعندي بصل باودر، توم باودر، وشويه شطه وملح. طيب بص كده يا جمل، السكر كرمل معايا، انزل بالبصله، الميه اللي في البصلايه هي اللي هتوقف كرمله السكر نفسه، كركم وكاري، مكعبين من المرقه،
بالشكل ده كده. دول كام كوبايه رز يا رغده؟ خمسه. كام كوبايه رز؟ خمسه. طيب هنعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الله واحد مالوش تاني. نكلم مين؟ صوتك بابليك. صباح الفل يا حنان. ثلاثة. ألو. أربعة. يا حنان. خمسة. آدي عدد كوبايات الرز، وبنزود عليها كوباية ونص كمان. آدي ستة ونص. حنان معايا ولا فصلتي؟ وصلت؟ مش عارفين طبعا. حبة من الفلفل الأسود وشوية من الملح، وراعوا ان احنا حاطين مكعبين من المرقة. بصوا شايفين لون العقد بتاع المية عامل ازاي؟ طيب تمام جدا وزي الفل. هاجي هنا للصوص بتاع الريزو بتاعنا. ما بنعملوش على النار، ما بعملوش على النار، امال بعمل ايه؟ بعمله على البارد. كل المكونات بتاعته جاهزة معايا، فانا مش محتاجة ان انا اصلا احطه على النار. طيب بناخد ايه؟ بناخد كوبايتين الكاتشب، علشان انا عايزة اخد منه جزء احطه في الريزو وانا بعمله. ادي الكاتشب عليه الصويا صوص، عليه العسل الاسود. ممكن تجيبي لي عسل اسود تاني؟ عندنا شوية الخل، وعندنا عسل نحل. كل المكونات بتتحط بالشكل ده كده، وادي التوابل بتاعتنا. توم بودر، بصل بودر، فلفل مجروش اللي هو الفلفل القرنقوطي بالمنظر ده كده، ومش هحط شطه لان هو كفايه كده. وادي حبه من الملح، واقلب ده كله مع بعضه. انا كده عندي صوص ريزو جاهز. بصوا المنظر وبصوا اللون والشكل عامل ازاي بالشكل ده. هاخد منه حوالي معلقتين كده ولا ثلاثه، احطهم مع الرز نفسه. بالشكل ده. صباح الفل يا ام كريم. ام تيم. صباح الفل يا ام تيم. يا ام تيم صباح الهنا. صباح العسل. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا قلبي. تسلميلي يا حبيبتي، وانا اسعد بمكالمتك وباتصالك، نورتيني. الله يسعد لي قلبك يا رب. نزلنا الرز يا جماعه اهو. بص يا متيم، الريزو اللي احنا عاملينه النهارده يا متيم. فصلت؟ حاولي تكلميني تاني يا ست الكل. شايفين؟ خد مني وقت، ما خدش مني وقت. الوجبه دي بتتباع بره بالشيء الفلاني. الوجبه دي بتتباع بره بالشيء الفلاني. ان هم يطلعوا شكل الرز بالشكل دوت، او يطلعوا لون الرز باللون ده، مصعبين عليكم الامور، وولادنا هم اللي مصعبينها اكتر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لا انا عايز اكل بره، وعايز اكل زي صحابي، انا عايز اخرج ان انا اتفسح واتمشى واخرج واروح اكل الحاجات ديت بره. لا والله العظيم احنا لو عملناها في البيت هتطلع معانا احسن ما بتطلع من بره كمان. ادي الصوص جاهز معانا اهو، وعلشان عقده الخواجه بتاعه ولادنا، فانا جايبه لهم النهارده العلب اللي هي بيتعمل فيها رز الريزو. فلما تيجي في البيت، لو هم بقى في درس، لو هم في المدرسه، لو هم بره خارجين، لو هم في اي مكان، اعملي لهم الوجبات وحطيها قبل ما يجوا. ده لو هم عندهم عقده الخواجه معلقه قوي معاهم،
اللي هو لا لازم ناكل من بره، لا قول لهم ماشي حاضر انا هعزمكم على الاكل بره، وروحي عامله الرز زي ما انا ما عملته كده بطريقه سهله جدا وبسيطه. هترجعي بعد كده تروحي عامله صوص الريزو بثواني، ما خدش مننا وقت خالص بالشكل ده، وابداي ان انت حطيه لهم في العلب. وهنعمل الاستريبس دلوقتي مع بعض، وهنبدا ان احنا نقطعه مكعبات صغيره ونحطه على الرز مع الصوص كده، واديهم الوجبه زي ما هي. قسما بالله قسما بالله ما هيعرفوا يفرقوا اصلا اذا كان ده معمول في البيت ولا بره، وهياكلوا ويقولوا لك في منتهى الجمال، وهياكلوا ويقولوا لك تحفه، وهياكلوا ويقولوا لك يا سلام يا ماما عليكي يا اللي مروقه علينا وجايبه لنا الاكل من بره. وهتشوفي ولما تجربي الطريقه بتاعت النهارده دي هتشوفي هم هيقولوا لك ايه. بص المنظر ده، صوص الريزو اللي الدنيا مقلوبه عليه، والناس تقول لك ايه نفسنا نعرف الصوص ده بيتعمل ازاي. ادينا عملناه لك اهو يا ست الكل، ودي مش اول مره نعمله، دي حوالي الرابعه او الخامسه، وتعتبر من انجح الطرق لصوص الريزو من غير مجهود خالص. طيب عملنا الرز وحطيناه على النار، ولما يستوي هنشوف اللون بتاعه. عملنا كمان صوص الريزو، وادي العلب بتاعته علشان نشوف هيتقدم ازاي. فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا الاستريبس او اللي هو الفراخ البروستد او الفراخ اللي هي المقرمشه. هنشوف هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وهنتكلم عن انا النهارده عامله استريبس، فالاستريبس ولا فيه عظم ولا الكلام ده كله، فيعتبر اسهل انواع الفراخ المقرمشه اللي بتتعمل. طيب الفراخ اللي فيها عظم اعملها ازاي؟ وهل هي بتتسلق ولا بتستوي ازاي؟ ولا بعملها نيه؟ ولا بنقعها ازاي عشان تطلع لي مستويه وما تبقاش نيه؟ هل انا بسلقها عشان تطلع لي مستويه كويس، ولا انا بعملها نيه وبتطلع شكلها عامل ازاي؟ طب اعمل ايه علشان اتفادى ان العظم اللي جوه يكون مزرق او فيه دم او الكلام ده كله؟ كل الاسرار دي هنعرفها بعد الفاصل مع نونا والبلدي. اعترفوا في اي حته ومستني. رجعنا من الفاصل، ويا روحي يا روحي يا روحي على حبه الرز اللي احنا عاملينهم النهارده. ايه ده؟ شايفين اللون ولا الريحه ولا الطعم لما تعملوه هيطلع من ايديكوا عسل. بصوا المنظر، ايه الجمال ده، ايه الجمال والحلاوه دي. نقفل وننقل على عين اصغر ونهدي النار، بس مش عايزه اكتر من كده. الناحيه دي بنعمل ايه؟ صوص الريزو اهو، بصوا اللون بتاعه، كده روعه، بطريقه سهله جدا وبسيطه واضمن طريقه ممكن تعمليها لصوص الريزو. طيب نيجي دلوقتي للمشكله اللي بتقابل ستات كتير، وبفضل ربنا هنحلها النهارده، اللي هي ايه يا نونا؟ اللي هي الفراخ البروستد. احنا النهارده عاملين البانيه، فالبانيه ما بياخدش وقت، ما بياخدش وقت. هتبله الاول كده بالشكل ده، بانيه عادي جدا. الصبح في اللايف اللي كنت عاملاه على صفحتي في ست البنات كاتبه لي هو الاستريبس ينفع يتعمل ببانيه؟ اه ما هو الاستريبس ما بيتعملش الا ببانيه، ما فيش استريبس بيتعمل بحاجه ثانيه، هو البانيه. طيب احنا جبنا الصدور البانيه وقطعناها شرايح بالشكل ده كده، وهنبدا ان احنا نتبلها. عصير ليمون، خلنجان، يلا مقاديرنا على الشاشه، يلا نص كيلو صدور فراخ، التتبيله بتاعتنا عصير ليمون، وعندي هريسه شطه، وعندي خلنجان بودر، وشويه من الكاري، وملح وفلفل اسود. هحط ده كله مع بعضه واسيبها تتنقع شويه علشان كل الخلطه تدخل فيها من جوه بالشكل ده كده. حبه من الفلفل الاسود، اسالي 10 اسئله مش سؤال واحد. اقول لك ليه؟ رغده دلوقتي سالتني سؤال مهم جدا. قالت لي الصدور اصلا ما بتاخدش وقت في التسويه، احنا ليه حطينا خلنجان بودر؟ احنا بنحط الخلنجان بودر لما بنكون الفراخ هنشويها او اللحمه هتاخد وقت في السوى او في الشوي، وبنبدا ان احنا نحط لها الخلنجان بودر علشان يساعد على تسريع التسويه. طيب انا دلوقتي عامله صدور الفراخ دي وانا عارفه ان هي ما بتاخدش وقت في التسويه، بس انا محتاجه ان الفراخ من جوه الانسجه بتاعتها تبقى مستويه. الزيت عندنا بيبقى مقدوح وسخن، يعني مجرد ما ناخد الخلطه بتاعتنا ومجرد ما ننزله هنلاقي الخلطه اللي بره اتغلفت وخدت اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. هنيجي نطلعها تلاقي الفراخ من جوه نايمه، ده الطبيعي.
لكن يا اما لو احنا عايزينها بقى تبقى تطلع مظبوطه، نبدا ان احنا نهدي النار، نخليه يتقدح لكن النار تبقى هاديه بس مقدوح، فلما ننزل الفراخ تبدا تاخد الوقت بتاعها فتبدا ان هي تسوي. طب انا مش عايزه كده، انا عايزه سريع سريع اكون عامله الوصفه بتاعتي ومخلصه الغداء وما اقعدش كتير في المطبخ. فبعمل ايه؟ فبحط شويه خلنجان، بيبدا ان هو يتفتت مع الانسجه بتاعت الفراخ، يبدا يخلي كمان التتبيله بتاعتنا تدخل في الانسجه اكتر، فكل قطمه من الاستريبس اللي بتعمليه او كل قطمه من الفراخ البروستد اللي بتعمليها تبدا ان هي متطعمه واخده التسويه المظبوطه بتاعتها. بصوا الخلطه عامله ازاي، قسما بالله تجنن. بصوا الشكل حاجه كده ما شاء الله عليها. نعم يا رب. امس سامعاكي كده سامعاكي. لسه هنعملها في خليط كمان. كده التتبيله بتاعتنا عملناها وركناها على جنب. نيجي بقى دلوقتي لخليط النقع. خليط النقع بيقول ان انا معايا ايه، يلا بينا. عندي دقيق وشويه من الكاري وشويه من الشطه وملح وفلفل اسود، وهنا مش هحط فلفل اسود كتير، يا دوب شعره بسيطه كده، واروح حاطه شويه ملح وبرده مش كتير لان انا حاطه ملح في التتبيله. وهبدا ان انا اجيب ميه من الحنفيه والمضرب السلكي بتاعي وابدا انزل بالميه شويه شويه على الخليط ده. الخليط بتاعنا القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي يا رغده؟ ولا خفيف ولا تقيل. بسم الله. بنبدا ان احنا ننزل شويه شويه، ما احطش كميه ميه كبيره وارجع بعد كده اقول ده خفيف وارجع اقول بعد كده هيت هيت هيت. الحمد لله الشطه اللي حطيتها طارت. فنبدا ان احنا ننزل بالميه شويه شويه لحد ما يوصل الخليط بتاعنا للون اللي احنا عايزينه. لا 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 يديكم ويصلح بالكم يا رب. بالشكل ده كده شايفين لون الخليط عامل ازاي، ما يبقاش فاتح. بصوا المنظر. طيب رغده معايا؟ طيب انا حابه ان لون الخليط يكون كده، فلون الخليط بتاعي بالمنظر ده عشان انا حطيت شويه كاري وشويه شطه. انا ما بحبش الحاجه سبايسي وعايزه الخليط يبقى بالشكل ده، احط له ايه؟ الله ينور عليك يا ايمن، كركم في عينك. بابريكا. نحط له بابريكا علشان ان هو يدينا اللون الاحمر اللي انا عايزاه، فيطلع الستريبس بتاعنا مقلي ومحمر مدي على لون الريزو كده. كده الخليط بتاعنا تمام وزي الفل، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. برجع بعد كده اعمل ايه؟ اروح واخده الخليط بتاعنا ده كده، الفراخ عامله هنا كده. عايزه اقول لكم تتبيله عظمه، ريحتها تجنن. نسال سؤال علشان بناتنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، لو انا مش هعمل الفراخ استريبس وعندي الفراخ دي كده وتبلتها بالشكل ده، اقدر اوظفها ازاي؟ ماشي بس مش قوي. اعمل ايه؟ تمام. رغدة قالت اقدر بنفس التتبيله دي اشويها على الجريل عادي واعمل جنبها شويه مكرونه او شويه رز. برافو. ايمن قال لي ممكن ان احنا ناخدها بنفس تتبيلتها دي بس التقطيع بتاعتها تكون اصغر شويه ونبدا ان احنا نعملها زي الشاورما. برافو. نعمل ايه تاني بنفس التتبيله دي كده، مع اختلاف تقطيعه الفراخ نفسها؟ ممكن نعملها مكعبات، ممكن نعملها شرايح زي ايمن ما قال. يا ولا صينيه مع بطاطس في الفرن. ها شيش. برافو. ها ساكته النهارده، انت ما جيتيش. لسه ايمن قايل شاورما، قلت له تمام. المراد او الهدف من اللي انا قلته ده كله ايه؟ ان الفراخ بتاعتنا بالتتبيله اللي احنا عملناها دي ممكن توظفيها زي ما انت عايزه. حابه تعمليها جنب مكرونه فهتعمليها زي الشيش طاووق او الشاورما وتعمليها سندوتشين. حابه تعمليها جنب رز وتبقى صينيه بالبطاطس والكلام ده كله، هنعملها ونقطع معاها بطاطس مكعبات ونبدا ان احنا بنفس التتبيله ديت نبدا نحطها في الفرن وتستوي ونعمل جنبها حبه رز. ما عنديش اي مشكله. الحاجه موجوده عندك وانت اللي بتوظفيها. طيب هعمل كده، ده دقيق وعليه بابريكا.
وهعمل كده. ومحتاجه ميه يا فاتن. البابريكا دي قلبتها مع الدقيق بس، مش هحط له ملح ولا اي حاجه، ده الغلاف الخارجي، شويه دقيق وشويه بابريكا. في بقى ممكن ناس تحط له شويه كركم، شويه كاري، ممكن يحط له حبه بهارات، ممكن يحط له حبه بهارات بطاطس، ممكن يحط له حبه بهارات فراخ، انا ما عنديش اي مشكله. بس انا بصراحه علشان متبله هنا كويس قوي، الفراخ نفسها متبله والخليط نفسه متبل، فانا ما يعني بس بعوضهم بده مش بده، ما بتبلش ده. طيب هنا هنحط ميه، وهبدا ان انا اعمل كده، اخد من الخلطه بتاعتنا. طبعا الخليط دوت لو تبلنا فيه الفراخ وسبناها قبلها بيوم ما عنديش مشكله خالص، هتطلع حلوه جدا، لكن انا مش محتاجه اقعدها قبلها بيوم. ليه يا رغده؟ عشان فيها خلونجين. الله ينور عليكي. بصوا انا عملت ايه، ببدا ان انا اخد كده وبنزل الاول بصي هو مش غلط بس ما بيدينيش النتيجه اللي انا حباها. رغده دلوقتي بتقول لي ان هو بيعمل ايه، هاتي ميه. رغده دلوقتي بتقول لي ايه، بتقول لي في ناس بتاخد من التتبيله وما بتعملش خليط نقع، فبياخدوا من التتبيله على الخليط ده على طول. تمام، احنا ايه الهدف من الخليط بتاع النقع؟ الهدف من خليط النقع ده ان هو بيتغلف طبقه، بيتغلف طبقه، فتديكي طبقه كريسبي اكتر، تديكي طبقه تقيله اكتر. وممكن في ناس بتاخد من خليط التغليف ده وبتبقى متقلاه شويه، بتبقى متقلاه عامل زي عجينه الكيك كده، فبتبقى تبدا ان هي تاخد من هنا وتقلي على طول. طيب الزيت بتاعنا على النار ينفع مع ايه؟ لا الفرخه الكامله دي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي الفراخ ام عظم، وهنشوف ايه الهدف او ايه التسويه الصح بتاعتها. بصوا بقى انا بعمل ايه؟ بعمل كده. طب انت رصيتي ليه الاول يا نونا؟ رصيتي الاول علشان يبقى فيه طبقه متغلفه، عشان لما اجي اقلبهم مع بعض ما يلزقوش في بعض، ما يلزقوش في بعض. واعمل كده تمام، ارجع بعد كده اخد كده اغطس في الميه واعمل كده تين، امسك كده اغطس في الميه واعمل كده. اللي انا بعمله ده بيعمل ايه؟ بيكتر الطبقات بتاعه القرمشه في الفراخ، واروح ماسكه عامله كده. الحركه دي مهمه جدا علشان تديكي الشكل العشوائي بتاع قطعه الفراخ اللي بنجيبها من بره بالمنظر ده. طيب نعمل هنا كده، مش شايفه نبقى نجيب طبقه تانيه، نعمل كده اهو. طيب هل ينفع ان انا اخد قطعه الفراخ دي بدل ما انزلها في الميه انزلها في خليط التغليف كده واروح عامله كده تاني؟ ها يا رغده سامعيني؟ ها ينفع؟ مش سامعه. اجي اعيد السؤال تاني، هل ينفع ان انا اخد قطعه الفراخ دي بدل ما انزلها في ميه احطها في الخليط بتاع التغليف كده واروح عامله كده واقلبها واقلي؟ هيفرق في ايه؟ في الطعم يا روحي. الايه؟ الشكل من بره كده كده، الشكل العشوائي ده احنا كده كده هناخده، سواء نزلت في ميه سواء نزلت في تتبيله هتبقى عادي. الله ينور عليكي، هتبقى التتبيله اكتر والطعم بتاعها اكتر. طب انا ليه جبت ميه؟ قلت عشان اوريكم الفرق بين ده وبين ده. هنا هتطلع الخلطه بتاعتنا محمره ومتبله زياده. بصوا المنظر، تعالي كده ننزل في الزيت. يلا يا جمل، بسم الله، صوتك بابليك. بننزل ومحركش، بننزل ومحركش، محركهاش ابدا. مجرد ما نزلت الزيت يا ست الكل يا ست البنات اللي بتتفرجي عليا، ما تتحركش علشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. التقليبه العشوائي اللي انا بعملها دي مهمه جدا، ما ينفعش امسك في البروستد طبقه قطعه الفراخ وطبطب عليها او ان انا اكبسها، لا انا مش عايزه كده، علشان تطلع لي بالشكل العشوائي اللي انا بجيبه من بره واللي ولادي بيبقوا مستنيينه بالمنظر ده كده. هوريكم دلوقتي الشكل هيبقى عامل ازاي. نزلنا الزيت ما نحركش، نزلنا الزيت ما نحركش،
ونقلب بطريقه عشوائيه كده ونغلف بطريقه عشوائيه، وتعالى اوريك العظمه يا جمل اللي موجوده. جاهز؟ جاهز تشوف العظمه يا روحي؟ بص المنظر، بص المنظر، ايه بص المنظر، ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي؟ بص الشكل، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده ستريبس احنا عاملينه قدامكم دلوقتي حالا، ولا جبنا حاجه من بره قليناها ولا الكلام ده كله خاء اهو. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بطريقه سهله وبسيطه عاملينها في البيت بالشكل ده، ما جيش جنب دول خالص. ثانيه واحده نكمل. طيب كم واحده كده؟ باخد من الدقيق احط في التغليف تاني، فانا كده زودت الطبقه اللي بره اللي هي الطبقه المقرمشه اهو. يا رغده، ده بينفع مع الفراخ ومع الجمبري ولا مع الفراخ بس؟ فراخ وجمبري. يعني انا لو جبت الجمبري بدات ان انا اغسله واشيل سلسله الظهر بتاعته وعملتها زي ما انا ما عملت كده في التتبيله، وارجع بعد كده اخده واحطه في خليط النقع والكلام ده كله، هيطلع لي زي اللي بيجي من بره، صح ولا مش صح؟ الله ينور عليكي. فالخليط بتاعنا النهارده ده للفراخ وللجمبري. طيب عندنا دقيقه. ايوه الله ينور عليك يا ايمن، احب انا الناس المركزه. قال لي بس اشيل الخلنجان. الله ينور عليك. طيب على ما نبدا ان احنا نغلف الباقي كده، ناخد بس دقيقه قبل ما نطلع الفاصل نعمل فيها ايه، نتكلم عن الفراخ اللي بالعظم. احنا النهارده عملنا الفراخ اللي هي من غير عظم اللي هي الاستريبس. طب انا عايزه يا نونا دلوقتي اعمل نفس اللي انت عاملاه ده في الفراخ اللي عظم. بعمل ايه؟ هل بسلقها ولا بعمل ايه؟ انا بسويها ثلاث ارباع تسويه على البخار. بمعنى ايه؟ شفتوا نفس الخلطه اللي احنا عملناها النهارده دي والتتبيله، بتبل فيها الفراخ عادي، بس قبل ما بتبلها فيه بنقعها في ميه وملح لمده ساعه او ساعتين، علشان ابقى ضامنه كويس جدا ان العظم من جوه ما فيهوش دم، ان العظم من جوه مش مزرق، فعلشان كده بعملها في خليط النقع ساعه او ساعتين. ارجع بعد كده اعمل ايه؟ ارجع بعد كده اروح حطاها على البخار، اتبلها بالتتبيله اللي احنا عملناها النهارده دي واسويها على البخار. حله ميه مغليه، احط الفراخ على مصفى وابدا ان انا اسويها على البخار ثلاث ارباع تسويه. بس استوي ثلاث ارباع تسويه، اسيبها بعد كده تبرد وارجع بعد كده اعمل لها خليط النقع ده ومع التتبيله اللي كانت موجوده فيها علشان تطلع معايا زي ما انا ما عايزه. وهتطلع مستويه وهتلاقيها من جوه تمام وزي الفل، ومفيش بعد كده ما فيهاش العظم مش مزرق ولا في حاجه خالص، وهتلاقيه طالع معاكي 100 فل و14. نطلع فاصل نبدا نشيل حوالينا كده ونبدا نكمل الاليه، ونرجع نبص على الريزو ونشوف سلطه الكولوسلو الشهيره بتاعه المحلات عشان تطلع معانا مظبوطه بتتعمل ازاي. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله. ادعوا وتروحوا في اي حته مستنيكم. زي ما حضراتكم شايفين كده حبه الستريبس، مش قادره اقول لكم يعني شكلهم ايه ولا طعمهم ايه، وحكايه حكايه حكايه بالشكل ده كده. بسم الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ استحاله لو عملتي بالطريقه اللي انا عاملاها النهارده دي ولادك يحطوا في دماغهم بنسبه 1% ان انت عامله حاجه في البيت بالشكل ده كده، حاجه كده الله اكبر عليه. طيب عملنا الرز وتعالوا اوريكم، هو فاضل له دقيقتين بس هوريكم شكله دلوقتي. ومجرد ما الرز بيتشرب بنقلبه بايه؟ بنقلب بشوكه. بسم الله يا روحي يا روحي يا روحي، وتطعيمته تجنن وريحته تهوس. بصوا شكل الرز عامل ازاي، شايفين؟ بسم الله. شايفين المنظر؟ فاضل له دقيقتين وايه، ونشيله ونقفل عليه. الفراخ عندنا تمام، الرز عندنا تمام. نيجي بقى دلوقتي للسلطه بتاعتنا. مين هو في عندنا النهارده مشكله في التليفونات؟ عندنا مين بقى معانا؟ مين يا ام جنه؟
ازاي حضرتك يا شيف نون؟ الحمد لله يا قلبي، عامله ايه؟ انا بحبك جدا والله. يسعد لي قلبك يا رب، وما نحرمش منك ابدا، تسلمين. اقسم بالله انا متابعتك من زمان زمان قوي، فاكره يسعد لي ايام قلبك. نزلات حضرتك كانت الايام العبايات في اول ما طلعنا، وكان ده الكاركتر بتاع البرنامج اللي هو اسمه يعني البرنامج البلدي يوكل. قوي قوي بصراحه. فالكاركتر بتاع البرنامج انا من انا عمري كله لبسي زي ما انا كده، تمام، بما اننا يعني كنا تخان وخسينا، بس زي لبس زي ما هو. بس موضوع الازدالات والعبايات كرمش مني كلها. الازدالات والعبايات ده كان كاركتر برنامج، بخلص الحلقه واطلع البس لبس العادي جدا. وبعدين انا بحب لبس العبايات والازدالات جدا جدا جدا. انت اي حاجه بتبقى فيكي عسوله والله. يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك ابدا يا رب، تسلمي. انت فاكره انا كان نفسي اكلمك من يوم نجاح بنت حضرتك. يا حبيبتي يبارك لي في عمرك، ما نحرمش منك ابدا، تسلمي بجد والله. بس انا نفسي في هديه منك او سؤال يعني بجد. بصي يا ام جنه، احنا الاسئله والهدايا والجوائز هتبقى يوم الاحد، يوم اللايف بتاع البرنامج. على اللايف نفسه، على اللايف مش على البتاع. ما عنديش الكلام ده. اتصلي بيا يوم الاحد زي ما اتصلتي بيا النهارده، تمام؟ وان شاء الله باذن الله تكوني من الفايزين معانا. احنا هنخلي يا جماعه عشان حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا، هنخلي الاسئله والجوائز يوم السوشيال ميديا اللي هو يوم الاحد، وعيوني الاثنين ليكم. وفي على فكره لايفات كتير بتتعمل على الصفحه عندي، بيبقى فيها جوائز وفيها هدايا برضو كتير، تابعوا سواء بصفحه البرنامج او صفحتي اللي هي شيف نونا عربي وانجليزي، بيبقى عليها لايفات وعليها جوائز كتير ان شاء الله باذن الله. نورتيني. عملت ايه وانا بكلم ام جنه؟ حطيت مقاديرنا على بعضها بس بترتيب مميز او معين. عندي كرنب مبشور زي ما انتم شايفين كده، مش مبشور، متقطع على طرف السكينه رفيع خالص، وفي ناس بتقطعه مكعبات صغيره، بس انا بصراحه بحب اللي هو المبشور سواء الكرنب او الجزر. هتعملي الكرنب مبشور او بمقطوع متقطع كده رفيع على سن السكينه او كبريت، اعملي الجزر مبشور. هتقطعي الكرنب مكعبات صغننه خالص، هتقطعي الجزر مكعبات صغننه خالص. بستغرب المحلات اللي بتبقى عامله الكرنب متقطع كبريت والجزر متقطع مكعبات، اللي هو بحس ايه ده، في ايه؟ ما هو يا ده يا ده، يا الاثنين ده يا الاثنين ده، يا الكرنب والجزر الشكل واحد كده، يا الكرنب والجزر قطع صغيره، على حسب اللي انت بتحبيه. طيب نعم، من السما بالشكل ده كده. حطيت ايه؟ معلش ما قدرنا تنزل تاني عشان كنت مركزه في الفراخ. عندي كرنب متقطع على طرف السكينه، وعندي جزر مبشور، وعندي بصلايه مبشوره بالميه بتاعتها مش عايزاها تتشال، عندي ربع كوبايه عصير ليمون، وعندي 5 معالق كبار خل تفاح، وده اللي بيخلي الكولسلو مميزه ويتعرف ان هي معموله بره مش معموله في البيت. خل التفاح مهم جدا 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 في الوصف. معانا ايه كمان يا رغده؟ معايا كوبايه مايونيز، ونص كوبايه من السكر، وشويه من الملح، والملح يكون بسيط مش كتير. لا انا لسه قايله حالا ايه؟ رغده بتقول لي ينفع نستبدل خل التفاح بخل عادي؟ لا، خل التفاح اللي بيتحط على الكولسلو هو اللي بيديها الطعم المميز زي بتاعت بره بالظبط. طيب واللون، بص اللون، شايفه اللون عامل ازاي؟ اللون بتاع المايونيز واللون التوابل البصل والحاجه اللي احنا حطيناها، تحسوا ان هي بينك فاتح شويه كده، ده بسبب خل التفاح اللي احنا حطيناه. هحط شويه ملح صغيرين، ما بيتحطش فلفل اسود، ما بيتحطش فلفل اسود، ما بيتحطش فلفل اسود، رشه ملح بسيطه اهي، علشان الكولسلو بتبقى مسكره ازيد ما بتكون مملحه. يا مادونا، صباح الهنا، صباح الجمال على عيون، صباح العسل يا سكر يا حلويات، عامله ايه؟ الحمد لله. وانت عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير، ما نحرمش منك ابدا. انا بموت فيكي وانا بحبك قوي. انا كلمتك قبل كده. انا عارفه صوتك على فكره. والله بحاول اتصل بيكي كل يوم بس الموبايل مش مجمع معايا. يا حبيبتي تتصلي بيا دايما وتنوريني باتصالك دايما. والله نفسي يفتح عليا كل يوم كده واسمع صوتك الجميل ده. اتصلي بينا كل يوم وان شاء الله تحاولي توصلي لي، وباذن الله ما يكونش في ضغط تليفونات ونوصل لبعض. ماشي ماشي يا حبيبتي، نورتيني يا مادونا، نورتيني. بصوا كده، نجاح اي سلطه كولسلو حاجه واحده بس، ايه هي يا رغده؟ ها ما تعرفيهاش؟ بس عليكي. ها
ده كده انت بتكبدي. ماشي. نجاح الكولوسلو علشان تاخديها زي ما بتبقى بره بالظبط انها ما تتاكلش على طول. لازم 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 تقعد ليله في الثلاجه، او لو انت عندك عزومه مثلا على الساعه 8 بالليل او 9 بالليل هياكلوها، تبداي تعمليها من الصبح. حته ان هي تتعمل قبلها بوقت دي بتنزل السوائل والعصاره اللي فيها، تيجي تاكليها تلاقيها زي بره بالظبط، ما تلاقيش الكرنب خشن وبيعض معاكي، ما تلاقيش الجزر خشن وبيعض معاكي وبيقطم، لا. هو ده اللي بيحصل في سلطه الكولوسلو. تتعمل قبلها بليله او قبلها ب 12 ساعه، قبلها ب 8 ساعات علشان تديكي النتيجه اللي انت عايزاها. مكوناتنا تبقى مظبوطه، ما يبقاش ان انا عامله كوبايه مايونيز وحاطه المقادير دي واحط كرنبايه كبيره، او احط كرنبتين، او احط كيلو جزر، لا. شيء طبيعي ان هو اصلا مش هيبان التتبيله، هتحسي ان انت بتاكلي كرنب وجزر بس من غير ما تحسي بطعم التتبيله اللي انت حطاه. بصوا المنظر عامل ازاي. الرز هنبص عليه حالا، شايفين بتتعمل بالشكل ده كده، وبنغطيها استريتش ونحطها في التلاجة. اهي بصوا المنظر. بتبدا بقى السكر يدوب معاها، ويبدا ان هو المايونيز وخلي التفاح يقوموا بالنتيجه بالعمليه بتاعتهم، وهي ان ينزل العصاره كلها اللي في الكرنب والجزر. تحسي بقى بدات ان هي ايه، يبقى فيها صوص كده ناعم وطري وفي منتهى الجمال. نيجي للرز بتاعنا هنا علشان يبقى كده ايه، خلصنا وجبتنا كلها. بسم الله بسم الله. واو. رز الريزو لما بنجيبه من بره بنلاقيه ان هو مش مستوي تسويه كامله، لازم يكون فيه تكه بسيطه قوي، تكه بسيطه قوي. التكه دي موجوده دلوقتي، انا عشان كده شلته من على النار وغطيته. يبقى ادي الرز، وادي الفراخ. الله اعلم. وادي الكولوسلو، وادي العلب بتاعتنا اللي هنقدم فيها الوجبه بتاعتنا علشان ولادنا وعقده الخواجه اللي عامله لهم ايه، هسهس في دماغهم. بس اكتر من كده مفيش. طيب ده بالنسبه لوصفاتنا النهارده، وخلصناها. عملنا صوص الريزو طبعا اللي هيجمع لنا كل ده. خلصنا النهارده وصفاتنا وخلصنا مطبخنا. نخش لايه، قبل ما نخرج من المطبخ بتاعنا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، مفاجاه هايله 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 لكل عروسه ولكل ست بيت بتجدد بيتها. معنى ان انا اقول كده يبقى دخلنا فين، على فقره سوق المطبخ. فقره سوق المطبخ النهارده ما نحرمش منك يا ست الكل والله العظيم، ربنا يخليكي ليا يا ماما. فقره سوق المطبخ النهارده بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الطقم الاكثر طلبا على مستوى الجمهوريه والوطن العربي. الطقم الاكثر طلبا على مستوى الجمهوريه والوطن العربي، ليه يا نونا؟ ليه ده اكتر طقم بيتطلب؟ علشان ده اكبر طقم على مستوى الوطن العربي والجمهوريه. 23 قطعه. 23 قطعه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ نبص كده ونشوف ال 23 دول قطعه بعباره عن ايه؟ الحله اللي احنا عاملين فيها رز الريزو النهارده ده. طيب معانا ايه؟ والوك، ثانيه واحده، سلام عينينا. والوك اللي احنا كنا بنقلي فيه النهارده الاستريبس بتاعنا. بتعرفوا تعدوا؟ يلا نعد مع بعض. ادي ووك، صينيه مستطيله، عندي قالب مورتن كيك، عندي كنكه، صينيه بيتزا، عندي جريل، عندي كازارولا بالغطا، عندي طاسه، عندي بسم الله الله اكبر خمس حلل بغطيانهم، وفيهم اكبر حله اللي هي 32 اللي بتاخد بطايتين وبتاخد ثلاث فرخات كبار، عندي كمان صينيه بيد، وعندي مصفه بطاطس، وعندي صينيه بالغطا بتاعها زي ما انتم شايفين كده، قلايه بالغطا بايدين. بصوا المنظر عامل ازاي، وادي حله كمان هناك اهي. 23 قطعه النهارده موجودين بسعر خرافي، بسعر خرافي علشان هو اكبر طقم على مستوى الوطن العربي والجمهوريه. طيب في ايه مفاجاه معايا رغده؟ المفاجاه النهارده من عندي انا، مرتبطه باسمي انا، مرتبطه ببرنامجي انا. يعني اي حد هيطلب الارقام اللي موجوده على الشاشه النهارده ويقول لهم احنا عايزين الطقم ال 23 اللي نونا بتتكلم عنه، ايه اللي نونا بتتكلم عنه؟ اللي طلع في البلد يوكل. دي كلمه السر، دي كلمة السر. كل اللي هيقول كلمة السر دي وهو بيحجز طقم النهارده ليه طقم توزيع هدية على الطقم، هدية على الطقم. طقم 23 قطعة الأكثر طلبا على مستوى الوطن العربي والجمهورية. ليه تاني؟ ليه تاني يا نونا هو الأكثر طلبا والكلام ده كله؟ علشان طقم شامل كامل. صينية بيتزا هتلاقي،
صاج مستطيله، الصينيه تعملي فيها البشاميل وتعملي فيها الكوسه وتعملي فيها الحلويات، هتلاقي عندك الجريل، عندك الوك، عندك الحلل صغير وكبير ووسط وزي ما انت شايفه كده، عندك الكازرولة بغطا، عندك كمان قالب الكيك، عندك الكنكه للقهوه، عندك الطاسه، عندك المقلايه بيد باتنين يد، عندك صفايه بطاطس، عندك خمس حلل ما شاء الله اللهم بارك. طقم ما تحتاجيش تطلعي معاه طقم تاني، لو عندك عزومه كبيره هيسد معاكي ويشيل. ثلاث ارقام للثلاث شبكات بسرعه، قسما بالله قسما بالله قسما بالله، لو احمد فرج قاعد قدامي دلوقتي طالبه بقاله اكتر من سنه، طالبه بقاله اكتر من سنه وما كانش موجود، واول ما جه واول ما عرف ان هو جه نونا الحقيني الطقم بسرعه، وراح مكلم الشركه بسرعه والطقم فعلا راح له وقال لهم انا تبع نونا، راحوا قالوا له علشان تبع نونا هنطلع لك طقم توزيع، وطلعت من هنا الهديه لما احمد قال لهم انا تبع شيف نونا، فعينيا الاثنين حاضر ده عشان تبع الشيف نونا عنينا ليك هنديك طقم توزيع كمان فوق الطقم الحلل، وطلعت من هنا موضوع ان اللي هيتصل من عند نونا او اللي هيجي ويقول ان هو تبع نونا هياخد طقم توزيع هديه على الطقم ال 23. مستنيه ايه؟ بينزل بالاسود والجرين، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك عليها. النهارده وانا في اللايف حد كتب لي طقم الحلل بيلزق فيه المحشي وبيلزق فيه الرز، ما عنديش الكلام ده. اطقم الحلل بتاعتنا اللي بنشتغل بيها هنا ما عندناش الكلام ده، ليه؟ عشان احنا قناه طبخ، قناه الطبخ بننقي دايما افضل انواع الحلل والماتيريال اللي نشتغل بيه علشان اكلنا ما يتهدرش. علشان اكلنا ما يتهدرش، لو احنا عاملين حاجه بسيطه كوبايتين رز ولا حاجه على قدنا ولا الكلام ده كله واليوم مقضيها كده وعايزين نعمل مثلا اكل الفردين او اكل اقتصادي اكيد مش هطلعه كله ثلاث ارباعه لازق في الحل. فعلشان كده هنا القناه بتاعتنا بتختار افضل الاطقم وافضل الماتيريال وافضل الادوات اللي نشتغل بيها علشان انتوا كمان تعملوا زينا. وده اللي انا بتكلم فيه. النهارده لما طلع لك طقم 23 قطعه وعليه طقم توزيع هديه ويعتبر اكبر طقم في الوطن العربي والجمهوريه وارخص طقم بالنسبه للحجم بتاعه والامكانيات بتاعته ومكوناته يبقى انت الكسبان. انا النهارده وانا بعمل الرز شغاله بايديا وادي اهي الحلل والحله وهي على النار، انا ماسكه الايد عادي وببدا ان انا اشتغل عادي ما فيهاش اي مشكله خالص. ليه؟ علشان الايدين بتاعته عازله للحراره، ما بتوصلش الحراره، بالرغم من ان الحله بتاعتنا القعر بتاعها 5 مللي وبيوزع الحراره توزيع كويس جدا ومظبوط علشان الاكل يطلع مستوي بسرعه وتسويته مظبوطه، الايدين بتاعته ما لهاش علاقه. ادي طقم الحلل بتاعنا بتاع النهارده اهو. طقم حلل 23 قطعة، وكلمة السر علشان تاخدي طقم توزيع برنامج البلدي يوكل، برنامج البلدي يوكل، حضرتك تقدري تتواصلي بيهم دلوقتي على الأرقام اللي موجودة معانا على الشاشة وتطلبي الطقم، بينزل بلونين الأسود والجري وعلى حسب ذوقك وعلى حسب اللي أنت عايزاه، بس لما تيجي تختاري بعد كده طقم حلل اختاري اللي يعيش معاكي، اختاري اللي يبقى ليه ضمان، اختاري اللي تدفعي فلوسك وتحطيها في مكان وتلاقيها، مش ان انت تدفعي فلوسك في شكل حلو وخامه مش كويسه ويبوظ منك، لا احنا بنجمع لك كل حاجه. طقم شكله كويس قوي يشرف، عدده كبير لامم وشامل وكامل يسد معاكي في اي عزومه، سعره ما فيش زيه في الدنيا كلها علشان عليه خصومات حلوه جدا، عليه ضمان 3 سنين على الحلل وعلى كل حاجه فيه ضمان 3 سنين. المميزات بتاعته 5 مللي النار بتاع الحل عشان يوصل الحراره كويس، الجرانيت بتاعه جرانيت مميز جدا علشان ولا يتخدش ولا ان هو يتجرح ولا يتغير لونه، الايدين بتاعته ما بتوصلش للحراره، يعني تشتغلي وانت مطمنه، دي اهم حاجه بالنسبه لي. كل ده لازم يكون موجود في طقم الحلل، فلما طقم الحلل اللي انا بتكلم عليه ده كله والمميزات دي كلها تتجمع في طقم واحد يبقى انا الكسبان، يبقى انا امسك فيه بايديا واسناني. لما نونا النهارده تتكلم عنه وتقول ان هو افضل طقم في الوطن العربي وعلى مستوى الجمهوريه يبقى هو فعلا كده، بيجيلك بكرتونه كبيره ما شاء الله اللهم بارك كده تسد عين الشمس، تتشرفي بيها في جهاز بناتك، تتشرفي بيها قدام ضيوفك، تتشرفي بيها قدام حد انت موديه له هديه، مش هتلاقي احسن من كده. لو انت عايزه تودي هديه لعروسه ولسه بتجهز مش هتلاقي احلى من الطقم ده. ثمنه فيه بالعكس، مش ثمنه فيه ان هو غالي، لا ثمنه فيه ان هو مظبوط على الشعره، السعر بتاعه مش هتلاقيه في اي حته. ثلاث ارقام للثلاث شبكات، وتنسوا كلمه السر برنامج البلد يوكل علشان تاخدوا طقم توزيع هديه على الطقم النهارده اللي نازل معانا، الطقم الجرانيت ال 23 قطعه. اعرفوا دايما ان صفحه سوق المطبخ مع نونا بيقدم لكم الاحسن والاضمن والاوفر والاجود علشان تستفادوا بيه وتستفادوا بالخصم وتستفادوا بكل حاجه موجوده فيه. شكرا سوق المطبخ، وشكرا انكم دايما 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 بتدوروا على مصلحة العميل قبل شيء وقبل أي شيء وقبل كل حاجة. نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نبدأ إن إحنا، تعالى كده يا جمل
بسم الله. يلا بينا علشان في الفاصل هكمل الباقي. بالشكل ده كده رزايه مفلفله تجنن، رزايه مفلفله تجنن. ارجع بعد كده اعمل ايه؟ بصوا لون الرز عامل ازاي وبصوا الشكل بتاعه. ارجع بعد كده اعمل ايه؟ اخد اوسع. حاضر، عينينا الاثنين نعمل كده. ارجع كده، شايفين قطع الفراخ من جوه عامله ازاي؟ قطع الفراخ من جوه بصوا عامله ازاي، مستويه على الشعر. ارجع بعد كده اخد كده. طبعا هما بره، طبعا بره ما بيعملوش الكميه دي، فعلشان كده لما نحط ده كده في البيت لاولادنا يبقى هما ايه؟ كسبانين. بص يا جمال، بص كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ حاجه كده عظمه العظمه العظمه. اللي عملنا الريزو وصوص الريزو في البيت، احنا اللي عملنا بفضل ربنا الحاجات المقاطعه عملناها في البيت، انضف واحلى واكتر واوفر واطعم من بره بكتير، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. ادي الصوص بتاعنا اهو، وادي الاطباق بتاعتنا مع حبه بطاطس محمره مع الاستريبس بتاعنا، ووصفات كده يا روحي عليه. 2 4 6 8 8 اطباق رز من كيلو الرز اللي عملناه، وعملنا نص كيلو فراخ مطلع لنا الكميه دي كلها ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده اوفر وانضف واحلى بكتير. تسلم ايديكم على كل حاجه بتعملوها وعلى متابعتكم الحلوه والجميله النهارده. شكرا لوجودكم معايا، وبيجدد لقائنا بكره الساعه 10 الصبح، واللي فاتوا اي حاجه من وصفاتنا او عروضنا بيقدر يتابعنا الساعه 10 بالليل. اسيبكم بخير واشوفكم بخير واقول لكم السلام عليكم.